ازيكم بنوتات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهارده هكلمكم عن روتين اليومي بتاع الاطفال، او الروتين اللي هتعمليه كل كام يوم، كل مثلا يومين ثلاثه، الحاجات اللي انت هتعمليها له، ازاي تخلي ريحه البيبي على طول نظيفه وحلوه. فالفيديو دوت يخص كل المامي اللي موجوده، فلو انت مامي اتفرجي عليا اكيد هتستفادي. اول حاجه بتعمليها للبيبي اول لما بيصحى من النوم ان انت بتغيري له الحفاضه اللي بيبقى لابسها، بتبقى خلاص طول الليل نظيفه وكده، فبتغيريها له. طيب هتغيريها له ازاي؟ لو احنا في الشتاء ناس كتير بتكسل ان انت تدخلي البيبي تحت الميه السخنه يتشطف وتظبطيه وكده، فاسهل حاجه مثلا بتستخدمي الوايبس. تمام، لازم الوايبس يبقى ما يكونش ليه ريحه نفاذه قوي للطفل ويتعبه، خلاص. فاستخدمي وايبس ريحته الى حد ما هاديه، ناعم جدا على جلد الطفل، ما يأذيهوش. فاول حاجه هتعملها له هي خطوه الوايبس، ان انت تمسحي له وتنضفيه بالوايبس. بعد كده بتستخدمي له الكريم بتاع الالتهابات او التسلخات. الكريم بتاع سادو كريم انا اتكلمت عنه قبل كده، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. الكريم دوت من احسن الكريمات اللي موجوده للعلاج الالتهابات، ومش بس الالتهابات، انا عملت له يعني فيديو كامل هسيبه لكم تحت. فبتحطي له الكريم، بيهدي لو في احمرار، بيخلصه من كل اي حاجه موجوده. فالكريم خطوه مهمه جدا، ما ينفعش ان احنا نستغنى عنها، لازم تحطي الكريم دوت عشان تطمني على الطفل ما يجروش اي التهابات او يتأذى او يتألم او اي حاجه من الحاجات ديت، خلاص. فبعد كده بتلبسيه الحفاظ. طيب ازاي نختار الحفاظه المناسبه للطفل؟ انت في الاول خالص لو انت مامي لسه جديده، فبتجيبي مثلا، ما تجيبيش باكيته واحده، جيبي من كل نوع مثلا واحد واحد وواحد، يعني من نوع دوت قطعه، من نوع ده قطعه، من نوع ده قطعه، وابتدي شوف الطفل انهي واحده هيتقبلها، وانهي واحده مش هتتعبه، مش هتسلخه، مش هتخلي جلده ملتهب، خلاص. في كمان حاجه عايزه اقولها، لو انت مثلا بتجيبي مقاس 2 هاتي مقاس 3. المقاس الاكبر في الحفاظ هيريحك انت اكتر، مش هيخلي فيه تسريب خالص. فدي تركية كده وخطوه مهمه لازم تبقي واخده بالك منها، ان ممكن لما تجيبي نفس المقاس يسرب، مش هيبقى مريح جدا للطفل، حتى لو خصوصا ان هو كبير شويه فبيتحرك 5-6 شهور مثلا. تمام، فالحاجه ديت مهمه جدا انت تستخدميها عشان تبقى مريحاكي ومريحاه هو اكتر، اوكي. طيب احنا جينا للحاجات اليوميه، بعد كده هنعمل ايه طالما البيبي لسه صاحي او كده؟ بيتغير هدومه، وبتبتدي تسرحي له شعره وتحطي له الحاجات بتاعته. هتسرحي شعره، لازم تستخدمي للبيبي حاجات على شعره طبيعيه، ما ينفعش نستخدم اي حاجه فيها كيميكال على شعر البيبي. الكريم دوت من باندولين حلو جدا، دوت مش بزبده الشيا، والكريم دوت بيستخدم من بلس 3 سنين، اوكي. انا مش جايباه بزبده الشيا لان انا شعر ابني مش كيرلي، يعني مش كيرلي ناشف، لا هو ناعم، فبالتالي انا جايبه له الكريم العادي بتاع باندولين، بحط له عليه، بحطه على الاطراف، ما بوصلش خالص للفروه، ودوت زي ما قلت من 3 سنين. تمام، بعد كده بتسرحي شعر الطفل، لو انت بيبي لسه صغير يفضل الفرش اللي هي تبقى زي كده، بتبقى ناعمه قوي على الطفل، فمش مش بتوجع له راسه او كده. يفضل ان الفرشه ديت بتتغير يعني من شهرين لثلاثة، كل شهرين او كل 3 شهور، لانها خلاص بتبوظ وبتبدا تكون بكتيريا اصلا، حتى لو بتنضفيها بميه سخنه وخل، فلازم برضو تغيريها كل شهرين او 3. بعد كده بعد ما بتخلصي له كل الحاجات ديت، بترشي له الكولونيا. انا الكولونيا حطاها في ازازه زي كده عشان تسهل عليا الاستخدام، فريحتها حلوه جدا وبتخلي ريحه الشعر حلوه. وفي تركية دايما بعملها، ان انا باجي بسرح الشعر، بصوا بعمل ايه، بحط بامب كده او رشه على ايديا على الفرشه، فما اجي اسرح شعره وريحه شعره هتبقى حلوه جدا،
فدي دي خطوة حلوة جدا. اتفرجت على فيديو اجنبي كان عاملها. وكمان حاجة تانية بالنسبة لتعطير هدومه، ان انت بتجيبي بعد ما بتغسلي شعر، ما بتغسلي هدوم البيبي، فبتجيبيها من على الحبل خلاص بتطبقيها. قبل ما بتطبقيها بتجيبي اي بودي ميست من عندك من بتوعك انت، بس ريحته تكون هاديه عشان لو عنده حساسيه، فبترشي هدومه كلها وتطبقيها وتحطيها في هدومه. دوت بتطلعي الهدوم بتبقى ريحتها حلوه جدا، وبتهدى مع الهدوم مع القعده في الدولاب، وبتخلي اصلا ريحه الدولاب حلوه جدا. اوكي، ده انا اتفرجت على فيديو اجنبي كان واحده اجنبيه بتشرح ازاي بتعطر هدوم البيبي او كده، فعجبتني وبقيت بعمل الحركه دي. خلاص نيجي بقى للشاور بتاع البيبي. شاور البيبي اول حاجه بتستخدميها له الشامبو، اي نوع شامبو بتستخدميه، سواء باندولين دوت او جونسون، اي اختيار عندك. انا بفضل دايما باندولين، باندولين احسن كتير وريحته احسن كتير وطبيعي 100% مفيهوش اي حاجه. هو ده هو بيقولك اصلا ان هو خالي من الصوديوم والسلفات والبارابين واي مواد ضاره. بصوا اهوت، وعم قلت لكم عليه قبل كده ان هو بجوجوبا اويل وبانتينول والارجان اويل، فكل حاجته طبيعيه تمام. وعندك طبعا الاختيار الارخص هو جونسون خلاص، بس طبعا ده فيه صوديوم وبارابين واكيد كل الحاجات ديت، فما فضلش قوي جونسون. بس الاثنين متاحين عندك. بتغسلي شعر البيبي ازاي؟ بتحطي حاجه صغيره خالص على ايديكي بحركات دائريه خفيفه خالص بصوابع ايديكي كده بالراحه خالص، عشان فروه شعر البيبي لو خصوصا اول سنه ديت حديث الولاده بيبقوا فروتهم ناعمه جدا وطريه جدا راسهم، فبالراحه خالص على قد ما تقدري تمام. ديت خطوة الشامبو. تاني حاجة بتعمليها على ما تغسلي جسمه، بتحطي البلسم بتاعه تمام. ما بفضلش قوي استخدام البلسم قبل سنة، سيبي شعره يتكون يتعرفي طبيعة شعره الاول تفهميها، من بعد السنة حطي البلسم. البلسم ده بتاع جونسون حلو جدا جدا، ريحته حلوة وبينعم الشعر قوي. البلسم بتحط ازاي؟ عمري ما تحطي ابدا بلسم على فروة الراس، البلسم تحطيه على الاطراف، فهيطري الشعر جدا معاكي وهيبقى سهل في التسريح قوي. فالبلسم دوت من جونسون حلو جدا تمام. وده كبير 500 ملي، فبرشحهولك جدا جدا ان انت تستخدميه لشعر الطفل. اخر حاجة بتعمليها في روتين الشاور بتاعه، انت بتستخدميله الشاور بتاعه، الشاور دوت بتاع جونسون حلو وريحته حلوه وبيسيب الجسم حلو وبيبقى ناعم قوي على البشره، ف حلو قوي. هو ميزته ان هو خالي من الكحول، فطبعا دي ميزه حلوه قوي في جونسون ان هي تعمل منتج شاور للطفل يكون خالي من الكحول، ودي اهم حاجه. عايزه تستخدمي له الليفه او السفنجه بتاعه الحموم استخدميها، مش عايزه ما تستخدميش، دي حريه شخصيه. بس انا بفضل لو قبل سنه استخدمي الليفه، انا نسيت اجيبها، الليفه السفنج اللي تبقى ناعمه قوي خالص على جسم الطفل، فبتريحه هو اكتر تمام. اخر حاجه بتحطها له للطفل هو بعد ما خلاص بتخرجيه، بتستخدمي له فوطه قطن تنشفي، ما تنشفيش الجسم قوي، تحطي عليه زيت جونسون عشان يرطب جدا الجسم معاكي وتخلي ريحته حلوه. دايما حطي زيت جونسون على كل الجسم، وبعد ما تخلصي حطي هنا للطفل وهنا دايما وهنا خلاص، يعني حتت كده زياده. وبعد ما تعملي كل دوت بقى يا سلام لو رشيتي من الكولونيه على جسمه، ريحته هتفضل تحفه وهتفضلي مطمنه ان انت ريحته طول الوقت هتفضل حلوه. الكلام دوت لمده يوم واحد، لان انت لو تعملي الحاجات دي كلها هو يوم، ما تقوليش انا بكره مش هعمل الكلام دوت وخلاص انا معتمده على انا عملته امبارح فريحته هتفضل حلوه. لا، ريحه الاطفال عشان على طول بيعملوا بيبي فريح، وخصوصا زي ما قلت قبل السنه، فريحتهم بتغير على طول، ما تضمنيش اي حاجه. فدي كل الحاجات اللي انت المفروض تعمليها في الروتين اليومي، وخصوصا في الصيف فهياخد شاور كل يوم. بالنسبه لغسيل الشعر، ما فضلش خالص ان انت تغسلي شعره، ان انت تغسلي شعره كل يوم مرتين بس في الاسبوع، ممكن 3 مرات تعملي البلسم، لكن غسيل الشعر يفضل مرتين بس عشان نحافظ على مسامية الشعر بتاعت الاطفال. ناس كثيره جدا بتتجاهل الحته ديت،
حافظي على مسامية الشعر بتاعة الطفل، وخصوصا وهو صغير اهتمي جدا بيه وهو صغير كده علشان تاخدي افضل نتيجة بعدين. بس فدي كانت كل حاجة عن شعر الاطفال والحاجات اللي انت ممكن تعمليها له. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تخشوا تشتركوا في القناة وتعملوا اشتراك، تعملوا سبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس، تعملوها كل او اول، وتشيروا الفيديو مع كل المامي الجديدة عشان الكل يستفاد، وتعملوا لايكات كتير ولايك للفيديو ده كمان. بحبكم جدا واشوفكم في فيديو تاني. باي باي.